راجل نزل فرانس، نزل فرانس بطرس مكان زيد تحسين في الدقيقه 45، بعدها نزل سعد عبد الامير مكان محمد الطايف في نص الملعب، وامجد عطوان مكان احمد ياسين. ولما نزل امجد عطوان وسعد عبد الامير، هو الراجل نوعا ما خلاص يا باشا احنا عايزين ندافع، احنا عايزين نلم الموضوع وعايزين ندافع، عايزين ندافع عايزين نحافظ على الهدف. بعد كده نزل مهند علي مكان ايمن حسين، وفي الاخر ابراهيم باشا مكان حسين علي. طبعا يا صديقي العزيز الراجل بيحاول ان هو يغير طريقه اللعب، وبيحاول ينوع ما بين الثلاثه في الخط الخلفي واثنين، اللي هو لما هو صغير بينوع ما بين الخمسه تحت وكمان الاربعه. فالراجل نوعا ما تحس افكاره دفاعيه شويه، بس اهم حاجه بالنسبه له ان هو يطلع بالمكسب، وهو النهارده طلع بالمكسب. عشان كده هتلاقي مثلا منتخب العراق مسجل كام في التصفيات دي؟ كام هدف سجله منتخب العراق؟ 5 اهداف. يعني العراق مسجل 5 اهداف في التصفيات دي، بعد 6 ماتشات مسجل 5 اهداف واستقبل 3. يعني انت بتتكلم على منتخب نوعا ما مش قوي هجوميا، ونوعا ما دفاعيا برضه نفس الكلام، يعني ما عندكش قوه هجوميه مثلا زي الاردن. الاردن مسجله 8 اهداف ومستقبله 4 من 5 ماتشات. المنتخب الكوري جايب 12 هدف ومستقبل 5. فانت هنا بتتكلم على تركيبه بالنسبه لكساس ممكن تتكلم معاه كتير، يعني ممكن تتكلم معاه كتير على الشكل بتاع المنظومه نفسها، يعني الشكل بتاع المنظومه بتاع كساس.